بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، حلقة جديدة من برنامجكم النيرات. وقد بينا مرارا في لقاءات سبقت أن البرنامج يعنى بمفردات قرآنية نجول من خلالها في معارف إيمانية وعظات قرآنية مع ذكر شيء من التاريخ والأدب. اللفظة أو المفردة التي سنسعى في بيانها اليوم هي لفظة النبوة. النبوة موئل كريم ومقام عظيم. إذا تأملنا القرآن وسياقه لهذه اللفظة ربما وقفنا على ما يلي. أول ذلك وأعظمه أن النبوة عطاء محض لا ينال بسبب سابق، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقول الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. منه يفقه أنه ما من نبي ولا رسول أعد لنفسه يوما أن يكون نبيا، إذ هو لا يشعر إلا والله جل وعلا اصطفاه. ألا ترى إلى الكليم موسى كيف خرج من أرض مدين يريد أرض مصر ومعه أهله، فآنس من جانب الطور نارا، فلم يكن هم موسى يوم ذاك إلا جدوة من النار، فما أن انتهى الموقف إلا وأضحى موسى كليما للواحد القهار: يا موسى إني اصطفيتك. قبلها قال الله جل وعلا: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. فأنت لم تتقدم برغبة، وما كان لك أن تعد لهذا اليوم، لكن كما قال الله: ثم جئت على قدر يا موسى. هذا أول الأمر. الأمر الثاني، دل القرآن على أن الأنبياء هم أرفع الخلق مقاما، وأنه لا مرتبة للبشر أعلى من مراتب النبوة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من جاءت من بيانية، فساق الله الترتيب، قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل الله جل وعلا الأنبياء في مقدمة الركب، جعل الأنبياء في مقدمة الركب. مما يراه المؤمن إذا وقف على آيات القرآن المبين في قضية النبوة أن الوحي أعظم خصائص الأنبياء، فما أن يوحى إلى النبي ويعلم ذلكم النبي أن هذا وحي من الله يراد به النبوة، يصبح ذلكم العبد نبيا من أنبياء الله. فالوحي أعظم خصائصهم على الإطلاق، وهو الفارق الأعظم ما بين جهد المصلحين وجهد النبيين. فجهد المصلحين مهما علت منازلهم وارتفعت أقدارهم وعظمت تجاربهم وتوالت خبراتهم، يبقون عرضة للصواب والخطأ في آن واحد. أما أنبياء الله فإنهم معصومون لأنهم يوحى إليهم، وهذا المعنى لقول الله جل وعلا في حق نبينا: إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عددهم لم يأتي في القرآن ما يشير إلى عددهم جملة، لكن نطقت بذلك السنة، وأنهم جم غفير يقارب 24,000، الرسل منهم 314، لكن جاء في القرآن ذكر 25 نبيا، 18 نبيا مذكورون في الأنعام، والآخرين مفرقين. فالمذكورون في سورة الأنعام 18 في آياتها الشهيرة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والسبع المفرقون إذا أردت أن تضبط عددهم: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
فهؤلاء 25 نبيا نص الله على نبوتهم. بقي أن القرآن ذكر أقواما صالحين اختلف الناس في نبوتهم، والقول بالوقف أي بالتوقف عليه معظم العلماء. فممن اختلف في نبوته لقمان والخضر وتبع ومريم، وإن كان القول في عدم نبوة مريم راجح جدا وذو القرنين، قال السيوطي في منظومته: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، وقيل على الباب الآخر: وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الفعال. هؤلاء أنبياء الله ورسله المذكورون المنصوص على نبوتهم في القرآن. ثمة مزايا أخرى جاءت بها السنة غير خصيصة أنهم يوحى إليهم، وهم أنهم يدفنون حيث يموتون، وقبل ذلك يخيرون عند الموت. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم سمعت عائشة يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ودفن في حجرة عائشة في مكان موته. أبانت السنة كذلك أن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا من خصائص الأنبياء. مما دل عليه القرآن أن الله سمى سورة باسمهم وهي سورة الأنبياء. ومن عظمة القرآن أن الله ذكرهم أحوالا متفرقة حتى تقوم الحجة على الخلق. فمن ابتلي وصبر قدوته أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن حرم الولد قدوته زكريا، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ومن أعطي ملكا أو مالا أو جاها أو ثراء قدوته سليمان، كما قال ربنا جل وعلا: نعم العبد إنه أواب. ومن ضيق عليه ثم أراد أن يتوب ويتوب قدوته يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إننا مأمورون أن نتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الأنبياء حالا وأرفعهم قدرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأنبياء يهتدي بعضهم ببعض. هارون عليه السلام رزق بثلاث أبناء، سمى أحدهم بشار وبشير ومبشر أو مبشر. فلما رزق نبينا صلى الله عليه وسلم الأصباط المباركين من ابنته فاطمة من زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سمى صلى الله عليه وسلم الأول الحسن والثانية الحسين والثالث محسن، وقال: سميتهم على ما صنع أخي هارون. وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام يقتفي بعضهم آثار بعض. ودليل هذا في القرآن قول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلنأخذ جملة من هدي أنبياء الله الوارد في القرآن. أعظم ذلك أنهم يقدمون الرحمة على العلم، ولهذا قال الله في حق نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في نبأ موسى مع الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بل وقال جل ذكره في حق ذاته العلية: الرحمن علم القرآن، فذكر الرحمة قبل العلم. من هدي أنبياء الله تبارك وتعالى
الصبر على ما ينالهم من قومهم رغبة فيما عند الله. وقد مر معنا قول الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صلاتهم وصيامهم وقيامهم بين يدي ربهم كان القوت الحقيقي لهم في الحياة الدنيا، يدعوننا رغبا ورهبا: يا جبال أوبي معه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. من هدي أنبياء الله إحسانهم للخلق، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. أقولوا للناس حسنا كما قال شعيب صلوات الله وسلامه عليه. من هدي أنبياء الله الأخذ الأمور بقوة والقيام بها على أكمل وجه وأتم نحو: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. من هدي أنبياء الرب تبارك وتعالى صفحهم عمن أذاهم، فاصفح عنهم وقل سلام. من هدي أنبياء الله تبارك وتعالى ثناؤهم على ربهم وإجلالهم لخالقهم، بل إن هذا هو الوصف الأعظم لهم، إذ ما قضى أنبياء الله ورسله أيامهم وحياتهم إلا في التعريف بربهم. قال الله جل وعلا عن نوح قوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. يذكر ذلك نوح كله حتى يبين للعباد عظمة ربهم وجلالة صنع خالقهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. أيها المباركون، هذا بعض ما يسر الله جل وعلا أن نقوله حول لفظ النبوة في القرآن. نسأل الله أن نكون قد وفقنا، ونقول كما نقول عادة: هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.